السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنامج مجاني يقدر يعمل فيديو ايديت او يعمل تحرير للفيديو. لو انت عندك فيديو عايز تقطع جزء منه او عايز تحط ترجمة او عايز ان انت تدمج كذا فيديو مع بعض، الميزة بتاعته ان هو ما بياخدش وقت على ما يعمل لك الرندر بتاع الفيديو. يعني ساعات يبقى عندي فيديو وعايز ادمج 2 3 مع بعض، فهو يقعد اكتر من الوقت اللي بيقعده الفيديو مثلا ساعة ساعتين على ما يديني الفيديو اللي انا عايز ارفعه على اليوتيوب او على اي منصة من منصات التواصل الاجتماعي. ففي شويه مزايا حلوه. الميزه ان هو اول حاجه ان هو بسيط جدا في الشغل بتاعه، مش معقد، تقدر تدخل فيه انواع كتيره جدا من الفيديوهات، مجاني تماما، اوبن سورس، تقدر تحذف صوتيات وتقدر تحط صوتيات عليه، ما فيش اي مشكله خالص. برنامج سهل جدا في الاستخدام، تقدر تصدر لاي ملف فيديو زي ام بي 4 او اي في اي زي ما انت عايز. تقدر ان انت تقطع اي جزء انت عايزه، في نوع من انواع الذكاء في القطع، تقدر تحط ملف صوت تدمجه معاه، ممكن لو في اي تراكات انت مش عايزها تقدر ان انت تحذفها. فبرنامج جميل جدا، مجاني، سهل الاستخدام، فانصحكم بيه، هيوفر معاك وقت كتير. اتمنى يعجبكم ان شاء الله.